وتنضم إلينا للحديث عن الآثار الإنسانية والمعيشية والأخطار المترتبة على المدنيين من جراء استمرار وجود المخلفات الحربية والألغام في العراق، وخصوصا فيما باتت تسمى بالمحافظات المستعادة. تنضم إلينا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم. كما قرأنا في الخبر السابق، الأمم المتحدة تؤكد أن نحو 3 مليارات متر مربع في العراق ملوثة بالألغام، وهذه مساحة كبيرة جدا بطبيعة الحال. ما خطورة وجود مساحات كبيرة وشاسعة من هذا النوع على المدنيين وعلى العراق بشكل عام؟ نعم، بالتأكيد مثل هذه العبوات الغير متفجرة لحد الآن، ومن ضمنها القنابل العنقودية وغيرها، لها آثار خطيرة. صحة الإنسان هي أولا وأخيرا المصدر الأول للقلق من تواجد هذا العدد الكبير من العبوات. الخطر على فقدان حياة العراقيين بسبب الانتشار الكبير لهذه العبوات. أيضا العبوات تسبب حالات الإعاقة، خاصة أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات في الوجه أو الأطراف التي تؤدي إلى فقدان الأطراف وغيرها من أنواع الإعاقة. إضافة إلى ذلك فتأثيرها المباشر على البيئة، على التربة والأنهار التي قد تسبب حالات فظيعة من التلوث، والتي يعني بالتالي سوف هذه التربة سوف تؤدي إلى انتشار هذا التلوث في أجسام الحيوانات وأجسام البشر الذين يتناولون من المياه الملوثة أو المحاصيل التي تزرع في المناطق الملوثة. نعم. لكن دكتورة، يعني هناك الآن أكثر من 3 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، ما الذي يؤخر الجهات المختصة في الحكومات العراقية لإزالة هذه المخلفات الحربية؟ يعني مع الأسف الشديد الحكومة العراقية توقفت منذ زمن طويل عن الاستمرار في البحث والاكتشاف وإزالة العبوات والألغام الأرضية. بالرغم من تحذيرات يعني اللجان الدولية المسؤولة عن إزالة الألغام منذ فترة طويلة إلى وجود مساحات ساشعة في من العراق، يعني سواء في من العمليات العسكرية الأخيرة أو من الناتجة من الحروب التي مرت على العراق، الكثير طبعا كما نعرف من الحروب التي مرت على العراق. كل هذا الحكومة لا تعبأ بهذا ولا وتستهين بأرواح العراقيين وصحتهم. طبعا معروف أن هم الأول والأخير لهذه الحكومة هو الحفاظ على مصالح الشخصية والكراسي والمناصب، وتنفذ أهداف الدول الأجنبية التي تسيطر عليها. إلى أي مدى دكتورة يؤثر وجود هذه المخلفات الحربية والألغام على النواحي الاجتماعية للناس، لسكان تلك المناطق؟ نعم، بالتأكيد يعني التأثيرات إذا كانت تمتد إلى صحة الإنسان فبالتالي تؤثر على النواحي الاجتماعية. يعني حتى أن وجود هذه العبوات هذه تؤدي إلى يعني تهجير الناس وعدم عودتهم إلى منازلهم وتغييرات ديموغرافية في هذه المناطق. أيضا تفرقة العوائل عن ذويهم وعن مناطق سكنهم الأصلية وغيرها، يعني حالة كبيرة من التشتيت والتفرقة والضياع والخسارة في مختلف النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو البيئية، الكثير من النواحي التي تتأثر بسبب وجود مثل هذه العبوات. نعم، مع وجود دكتورة الميزانيات الانفجارية، ما الذي كان يمنع من إزالة الألغام، علما بأنه تكلفة إزالتها أقل بكثير من التكلفة البشرية وتكلفة علاج الجرحى الذين يسقطون نتيجة الإصابة بهذه المخلفات؟ يعني مع الأسف الشديد الحكومة ليست لها جدية في هذا الموضوع، تستهين بأرواح العراقيين. إضافة إلى ذلك فهي حتى لا تكلف نفسها، بسبب طبعا نحن نعرف لا توجد خبرات في العراق أو الخبرات ضعيفة والكوادر غير متدربة بالطريقة يعني التي تؤهلهم للقيام بهذا العمل على أوجه على أكمل وجه. وبالتالي فإن الاستعانة بخبرات أجنبية بمثل هذه المواضيع يعني المفروض أن تقوم به الحكومة، ولكن مع الأسف الشديد لأن الحكومة لا تكترث نهائي إلى
مصلحة العراقيين فهي لا تعير هذا الموضوع أي جدية ولا تخصص حتى من كما تفضلت هذه الانفجار هذه الميزانية الانفجارية تخصص منها مبالغ محددة لإزالة الألغام بدل أن تصرفها على محاولة ترميم الأخطاء إذا في حالة إذا كانت أرادت أن تصرفها على معالجة المعوقين أو ترميم الصحة بصورة عامة. نعم. أخيرا دكتورة، ماذا عن التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا؟ إلى أي مدى يتحمل هذه المأساة الإنسانية الكبيرة في العراق؟ ألا يتوجب عليه قانونيا إنسانيا إزالة الأضرار المترتبة على هذا الموضوع؟ يعني لا نغتر كثيرا بالوعود التي يتم إطلاقها قبل انطلاق أي عمليات عسكرية، من وعود سواء بالإعمار أو إزالة الألغام وغيرها. هذه حقيقة تتطلب إمكانيات كبيرة ومبالغ تخصص لها من أجل أن يعني الحفاظ على هذه الوعود. ونحن نعرف جيدا أن الدول دائما تبحث عن مصالحها، فإذا كانت الدولة العراقية ساكتة عن المطالبة بمصالح أبنائها فلماذا تكترث الدول التحالف أو غيرها؟ المهم هو تنفيذ مصالحهم، أما مصلحة العراقيين هم لا يكترثون لهذا. نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.